إذا حضرت عرساً يونانياً ووجدت صحوناً تتكسر وتتطاير، فلا تفكر أن خلافاً وقع بين أهل العروسين وعليك الهرب، فالأمر عادي، لأنها تكسير الصحون في الثقافة اليونانية يجلب الحظ والمرح ويبعد الأرواح الشريرة. ولا تزال هذه العادة مستمرة ليومنا هذا في الاحتفالات وفي بعض المطاعم خاصة الليلية، فتكسير الصحون بالنسبة إلى الزبائن وسيلة للتفريغ عن غضبهم وأيضاً للتعبير عن إعجابهم بالمغنيين، ولتفادي وقوع إصابات أثناء تكسير الصحون اعتمدت منذ فترة طويلة في تصنيع هذه الأطباق مادة الجبس بدل البورسلين. وخلال ستينيات القرن الفائت كان يتم كسر 100,000 صحن شهرياً. طبعاً كان المستفيد الأكبر الشركات الصغيرة المتخصصة في إنتاجها. هناك مقولة تتردد على أذان شعوب العالم تقول إذا فرح اليوناني كسر الصحون.